أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها المؤمنون الرساليون، أيها المؤمنون المجاهدون الصابرون الصامدون، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، ورحمة الله وبركاته. أنتم يا أهل البحرين أهل التضامن، أهل النخوة، وأهل العطاء، وأهل التفاني في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام في ذكرى شهيدنا الكبير الذبيح آية الله نمر باقر النمر، تجتمعون من أجل إحياء ذكراه، من أجل الوفاء لشخصه الكريم، وعبره إلى جميع الشهداء الأبرار في البحرين وفي القطيف وفي جميع بلاد العالم الإسلامي. شهداء الإسلام في كل مكان تجسدون حالة الوفاء والعطاء، تجسدون حالة الأمل بالانتصار في سبيل الله سبحانه وتعالى. فطوبى لكم ونعم ما تصنعون أنتم مجاهدون صابرون. في ذكراه الأولى نتمثل شخصه الكريم كشاخص لنا جميعا، يفرق لنا بين الرساليين وغيرهم، بين المجاهدين وغيرهم، بين الخانعين وبين طلاب العزة والكرامة. أشارككم في مهرجانكم التأبيني بهذه الكلمة في آية الله النمر، في الشهيد الفقيه آية الله النمر، لنؤكد على صفاته العالية، ونؤكد أنه أصبح رمزا ومثالا لنا جميعا، بل هو مثال لكلمة الحق أمام السلطان الجائر التي تجسدت وفي أروع صورها في شخصية الفقيه الشهيد نمر باقر النمر. مضى النمر محمودا شهيدا، وبقت رسالته في أعناقنا، بقى علينا أن نرفع هذه الراية وأن نرفع هذه الرسالة. وأنتم اليوم تكابدون وتعانون من ظلم طغاة آل خليفة وآل سعود، وتكابدون وتدفعون ثمن صمودكم وصبركم وإصراركم على مطالبكم العادلة. فهنيئا لكم هذه الروح، وهنيئا لهذه البلاد أنتم، وهنيئا لهذه المنطقة شهيدنا الكبير العظيم نمر باقر النمر ورفاقه الأبرار، وهنيئا لجميع الشهداء لهم الرحمة الواسعة والجنان الوسيعة الفسيحة، ولأهلهم الصبر والسلوان والأجر والرضوان من الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يضيع عنده عمل عامل من ذكر أو أنثى. إلى شهيدنا الكبير وإلى جميع شهداء البحرين والمنطقة الشرقية وشهداء الإسلام في كل مكان، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد.